هو اشي ما بينوصفش، يعني قد ما بدك توصفه ما فيش حروف راح تكفي اللي صار. هو عبارة عن إبادة، حرب، وخوف، توتر. أنا شفت كتير دمار قدامي وشفت نار قدامي. هذا الفيديو يحكي قصة مأساوية لعائلة نزحت من شمال غزة إلى الجنوب بناء على تعليمات الجيش الإسرائيلي الموضحة في المنشورات التي ألقتها طائراتهم على سكان غزة. ولكن الذي حدث أن العائلة تعرضت للقصف واستشهد جميع أفرادها باستثناء هذه الطفلة التي أصيبت بشظية في رأسها وتم نقلها إلى المستشفى ثم إبلاغ عمتها أخت أبوها بذلك. استمعوا من عمة الطفلة إلى قصة الغدر الإسرائيلي وقصف المدنيين الأبرياء بعد منحهم الأمان للنزوح. اسمي بسام حسن أبو ريالة، أنا أخت الشهيد باسم حسن أبو ريالة اللي كان هو وعيلته نازحين عن طريق البحر للجنوب بناء على طلب اليهود. نزلوا مناشير في الأهل الشمال يمزحوا عن طريق الشمال يطلعوا على الجنوب، طلعوا هم آمنين وأخذوا الأمان إنهم هم حكوا لهم. طلعوا بالشحن، ما لما طلعوا بالشحن قصفوا الشحن، لما قصفوا الشحن طبعا هو وعيلته كل هيتهم استشهدوا. هذا يوم الجمعة كان الكلام. يوم السبت إجا ابنه الصغير، بس ابنه اللي طلع من العيلة، ابنه الصغير جابوه شهيد ودفنوه. أما هو ومرته لسه ما طلع، ما جابوهم. مش بنته كانت لسه، جاتني يوم الأحد أخبار إنها عايشة البنت. لما جاتني أخبار إنها عايشة البنت لقوها على طريق وادي غزة اللي هي أصلا يعني بدها شوية ماشية عن الخط، بتقول لي لقي كان في كلب يا عمته، أجا الكلب عند إيده، أنا شردت من الكلب، شفت أخويا يحيى عليه واوا، أخويا يحيى اللي هذا أخوها اللي استشهد وراح وإحنا دفناه وجابوها هنا. شظية كانت 3 سنتي داخلة في راسها، عملوا لها عملية كسور في الجمجمة عندها، وزي ما أنتم شايفين حروق في الوجه.